كما قلنا لكم وفاة مفاجئة إثر سكسة قلبية للراحل. عدد كبير من المكالمات اللي كنتلقاوها بطبيعة الحال بخصوص الوفاة ديال المرحوم. إذا معنا زميل صحفي اللي لاحظ واحد الملاحظة يعني غريبة وبقى في الحال صراحة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يعني أول حاجة يعني تعازينا الحارة للأسرة ديال السي صلاح الدين الغومري. نعم. يعني تلقينا واحد الصدمة اليوم أننا جينا أمام المستشفى المحمدية، يعني صدمة. ولكن كنتفاجئوا أننا حنايا أمام المستشفى، كنتفاجئوا أن بالأسرة ديال صلاح الدين الغومري يعني أنه وقفات هنايا بغات تدخل المستشفى. إذا واحد التعامل من طرف حارس الأمن الخاص هنايا، واحد التعامل لا يليق، عيب وعار. مستوى الحدث يعني وفاة ديال واحد الشخصية واخا ما يكونش يعني معروف صراحة، واخا ما يكونش معروف. نعم، خاص يكون فينا وفاة، خاص يكون واحد اللباقة، تتفاجئوا بهذا الحارس الأمن الخاص أنه تيتعامل بواحد الأسلوب شوية اللي صراحة خلانا أننا دفعنا أننا نهضروا ونقول لي حشومة وتعامل مع الناس راه جايين يشوفوا يعني حاولت تنبهوا يعني الحارس ما كاينش واحد الاسلوب ديال الحوار يعني لا هادي كيتعاملوا بواحد الاسلوب ديال شويه ديال القمع واحد المكان اللي خاصو يعني وفي العلم ديالو ان هاد الناس انهم راجعين يشوفوا يعني الجثمان ديال الراحل صلاح الدين الغومري. يعني كنتفاجئوا حنا بهاد الامور هادي وتنتمناو ان نعم تنتمناو ما تبقاش هاد المعامله هنا في المستشفى هذا، وانه ما يبقاوش يتعاملوا بهاد الاسلوب هذا ديال الحارس الامن الخاص. نعم المحمديه نعم مفاجئة التعامل شويه غير لابق باش يتعامل معنا بهاد الاسلوب هذا وكيقمع قدامنا احنا. يعني كنا احنا ما يراعيش يشوف زعما كيقول لي هذا يعني عندهم انا السي خالد وكانهم السي خالد مثل الامور هذه يعني انتم يعني كصحافه النزيهه اللي كنشوفوا دائما انكم يعني تطرقوا لواحد الامور اللي كتحارب مثل هذا الشيء. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ما يبقاش هذا الشيء عندنا في البلاد ديالنا. مثل هذه الامور هذه خاصها تحيد، ومثل هاد الحراس الامن اللي ما تيعرفوش يتعاملوا انهم خصهم يتحيدوا. حنا ماشي تنعموا انك جميع حراس الامن كيتعاملوا بهذا الاسلوب، ولكن كاين فئات مثل هذا الشخص هذا يعني لا تعليق انه حراس اخر حاجه وانهم يكون حراس الامن. تنتمناو انه يتحيد وتخاد واحد الصفات يعني ماشي يجيو يخدموا. خصهم يعرفوا الانسان اللي يعرفوا يخدموا لهاد المستشفيات سير تشوف المستشفيات لانه تيجيو مرضى خاص بنادم يتعامل معاهم بواحد الاسلوب اللي ودابا حنا تنتفاجئوا ان واحد يعني الموت وتتفاجئ ان واحد يعني شي يتزاحم معك في الباب وكيقول لي لا ما تدخلش من هنا هذه يعني. وبواحد الاسلوب ديال يعني بحال البلطاجي يعني ما كاينش واحد الاسلوب ديال الحوار لا هذه وبشويه يعني الناس كيجيو فواحد الحاله يعني اثرنا عليه حاولنا اثرنا عليه حنايا بالهضره هكا عاده خليها السيد يدخل يشوف السيد صلاح الدين الغومري. نسأل الله الرحمة والمغفرة. ما يتكررش نعم. عدد كبير من العائلة ديال المرحوم. نعم سي خالد. الزملاء ديال المرحوم بالقناة الثانية. نعم شكرا سي خالد. وشكرا لجريدة المحمدية بريس يعني شكرا لجريدة. كنعتذروا لك على هذا الحدث. نعم سي خالد. من طرف بعض الحراس. شكرا لك. مولاي عبد الله صراحة. شكرا لك سي. مضايقات نعم سي. شكرا سي خالد وشكرا جريدة المحمدية بريس. تبارك الله عليك سي خالد. اذا كيف ما سمعت زميل صحفي الجريده صحفي بجريده هيبه بريس اللي صراحه ما عجبوش واحد المشهد امام مستشفى مولاي عبد الله من قبل بعض الحراس اثناء دخول الاب ديال المرحوم صلاح الدين الغومري اللي ماشي الاب ديالو من العائله ديالو على العموم من العائله ديالو من احد المقربين اللي بغى يدخل المستشفى مولاي عبد الله والسيد صراحه كان كيبكي وبغى يدخل يرافق الوالده ديال صلاح الدين الغومري وتم المنع ديالو بطريقه ما عجباتش عدد كبير من الزملاء الصحفيين اللي كانوا حاضرين امام مستشفى مولاي عبد الله. لكن من بعد تدخل ديال احد الزملاء الصحفيين اللي كان حاضر معنا الان استطاع هذا الشخص هذا من المقربين ديال صلاح الدين الغومري للدخول للمستشفى. كان تواجدوا كما قلنا في مستشفى مولاي عبد الله بمدينه المحمديه في بث حيوى مباشر على اثر وفاه صلاح الدين الغومري بسكتة قلبية قبل حوالي 3 ساعات و1/4 تقريبا.
إذن بطبيعة الحال هذه الساعة الأولى من الصباح، عدد كبير من الزملاء ديالو بطبيعة الحال ما عارفينش هذه الوفاة المفاجئة، واللي غادي تصدمهم صراحة غادي يكون كخبر صباح صادم بالنسبة للعديد بل كل المغاربة والجالية المغربية أيضا اللي كانت كتابعوا ضمن البرنامج ديالو أسئلة كورونا اللي كان كتقدم في القناة الثانية. زميل صحفي كان يستعد للبرنامج الجديد ديالو، برنامج صوتكم، نقول له الصوت ديالك وصل للمغاربة من خلال العمل ديالك. إذا ابقوا معنا في هذا البث المباشر من أمام مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية. إذا لا يوجد، لا ما كنشوفوا يعني حتى شي واحد من الزملاء ديالو لحد الان، ياك حتى واحد باقي لحد الان في اللحظات الاولى. أيه؟ كان وغادر المكان وكانت الاخت ديالو وكان مجموعه من الزملاء يعني اللي تسكنوا وحده، يعني الجيران ديالو حتى هما كانوا يعني كيتواجدونا، ونظرا لتاخر الساعات يعني هاد الساعات المتاخره من الليل. نعم. ان الناس حاولوا ان نعم انهم حاولوا انهم يغادروا سميتو، يعني الناس مصدومين حاليا، وكذلك كانوا الناس غير الناس المشاهدين ديال التلفاز المتابعين ديالو انهم جاو هنا وبقاو تيبكيو، يعني كانت واحد اللحظات مؤثره هنا امام المستشفى. مازال غنشوفوا اكثر اقليم مولاي عبد الله، يعني كنتمنوا ان الصبر والسلوان لعائله الفقيد والزوجه ديال السي صالح ديال الغمري والابن ديالو اللي كانت صرحات واحد الزميله معهم يعني في العمل انها تقول باقي الابن ديالو ماشي في الاخبار ديالو انها توفى. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى الصبر والسلوان لعائله الفقيد، وان لله وانا راجعون. اليوم احنا راه تصدمنا يعني واحد الصدمه كبيره، صدمة يعني اللي ما صراحة احنا كنا نتحبوا هادشي غير إشاعة، يعني شي حد اللي ناض في فيسبوك هز تيدير واحد التدوين يعني باش يدير واحد الإشاعة يعني باش يخلق واحد الحادث، ولكن بعد يعني على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوها بعد يعني مدير القناة الثانية يعني بعد خبر ديال التأكيد ديالو تصدمنا كثير، وحاولنا أننا نجيو من الدار البيضاء يعني شتينا الطريق في الليل نظرا لي يعني بالصدمه. حنا يعني نساليو العمل ديالنا، ولكن ملي سمعنا هذه الاخبار راه حاولنا اننا نجيو امام المستشفى، لان حنا صراحه جاتنا هذا الخبر بحال الصدمه، يعني سيرتو ان واحد اللي كنتي دائما كتشوف البرامج ديالو وكنتي كتاخذو قدوه يعني من خلال البرامج اللي كان كيقدمها، كنا كناخذو يعني قدوه سي صالح الدين الغمري. اليوم تنفتقدوا واحد الهرم ديال الشاشه المغربيه اللي دخل قلوب المغاربه بالعفويه ديالو، ودخل القلوب ديال المغاربه يعني بالعفويه ديالو وبالبساطه ديالو، يعني انا حاول انه يحيد هذاك اللباس ديال اللباس الرسمي ديال الاخبار، وحاول انه يدير برنامج وتقرب من الناس وكيهضر معهم بواحد الاسلوب ديال الدارجه وهكا، وتحاول يوصل لهم ان لله وانا اليه راجعون. فعلا عدد كبير من المتابعين كيقولوا كما كنصحوا الخبر اشاعه لكنه صراحه نعم صحيح. ان لله وان اليه راجعون. اذا كما شتي الصدمه ديال الام ديالو مسكينه اللي كانت في واحد الهاله هيستيريه. نعم. يعني البكاء وما تقبلاش انها كنا عملت شي ودخلات يعني بصعوبه كيفاش الحاله ديالها مسكينه غتكون، يعني كنا كنعرفوا ان اصعب حاجه ان نعم وان الام يعني غير متوقع، ماشي زعما كان مريض ولا هكا كتوقع انه واحد النهار انا، ولكن يعني موت الفجأة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جميع المسلمين، ونسأل الرحمة والمغفرة لجميع المسلمين وموتى لله وإنا إليه راجعون. اجمل شيء هو ان الانسان يعني كيموت محبوب من طرف الجميع من خلال عمل جبار قام به. نعم، كان واحد العمل اللي كان كيقدم به نصائح للمغاربه يعني بالعفويه ديالو، وكان كيتقرب من الناس بواحد يعني بواحد العفويه اللي كان كيوصل بالبساطه ديالو لجميع المتشبعين، وكان يعني يتداولوا بعد الفيديوهات ديالو حاليا باقيين كيتداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي من خلالهم انهم حاولوا يوجه واحد كما كتشوفوا هنايا خروج الخيال ديالو. Thank you.